الصحة تعلن نجاح حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء. المسمار يؤكد أن الطيران التركي استهدف المدنيين ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. ترامب يؤكد أن بلاده تجاوزت إلى حد كبير وباء فيروس كورونا. مساء من القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، والبداية دائما مع نهى درويش. إليك نهى. أهلا بك لما. أهلا بكم مشاهدينا، وفي البداية نرجو من جميع المصريين أخذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا. احمي أهلك، احمي بلدك. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس، وذلك لعلاج الحالات الحرجة والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بالفيروس. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدئية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات. أعلنت وزارة الصحة خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8158 حالة. أشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 9216 حالة. أضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و40 حالة وفاة. أوضح مجاهد أن إجمالي ما تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الآن هو 31115 حالة، بينهم 8158 حالة تم شفاؤها و1166 حالة وفاة. عاد إلى مطار القاهرة 600 مواطن مصري من العالقين بالعاصمة اللبنانية بيروت، وكذلك 150 مواطنا من العالقين في دولة الكويت. جاء ذلك في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، حيث لا تزال الجهود متضافرة ومستمرة لإعادة أبناء مصر العالقين، وكذلك الحالات الإنسانية والمنتهية إقامتهم والمخالفين. صرح خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن المستشفى الميداني بجامعة عين شمس المقرر افتتاحه قريبا يهتم بعلاج الحالات المرضية المختلفة، ومنها استقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، كما يوفر لهم العلاج الكامل وفق البروتوكولات المعتمدة للعلاج بوزارة الصحة. جاء ذلك خلال تفقد الوزير للمستشفى الميداني بعين شمس للوقوف على مدى جاهزيته لاستقبال مصابي فيروس كورونا. في إطار تعزيز الخدمة الطبية، ارتفع عدد المستشفيات المتعاملة مع فيروس كورونا إلى 340 مستشفى، وبالتوازي تبذل الجهود على صعيد استراتيجية توطين صناعة المستلزمات الطبية. جهود لا تتوقف تلك التي تبذلها الدولة في مواجهة فيروس كورونا. من بين هذه الجهود تعزيز الخدمة الطبية وتقديم الرعاية الصحية للمصابين. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وخلال ترأسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس اطلع على عرض من وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد حول مستجدات زيادة المستشفيات المتعاملة مع مصابي فيروس كورونا. وبحسب بيانات الوزيرة فقد وصل عدد هذه المستشفيات إلى 340 مستشفى تضم 35152 سريراً و2218 جهاز تنفس صناعي
و3539 سرير رعاية مركزة، كما أفادت بتجهيز 36 مستشفى أخرى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات 376 على مستوى الجمهورية. وبالنسبة لتوفير العلاج، فقد أفادت الوزيرة بأنه يتم توفير 500,000 جرعة للحالات الحرجة و8 ملايين جرعة للمخالطين للحالات الإيجابية، وكذلك 2 مليوني جرعة للحالات التي تخضع للحجر المنزلي، مبينة أن عدد وحدات الرعاية الصحية التي تقوم بتوفير العلاج للمخالطين وحالات العزل المنزلي تبلغ 5013 وحدة. كما استعرض رئيس الوزراء تقريرا بإمكانات وجهود وزارة التعليم العالي لمواجهة فيروس كورونا، خاصة موقف المستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل والحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا. أكد الوزير خالد عبد الغفار أنه تم توفير 6397 سرير في 18 جامعة، إضافة إلى 907 غرف رعاية مركزة و712 جهاز تنفس صناعي، لافتا إلى علاج 5808 حالات تماثل للشفاء منهم 4318 حالة حتى الآن. وقال عبد الغفار أن إجمالي الطاقة الاستيعابية ل12 مدينة جامعية مستخدمة كمستشفيات للعزل بلغ 69,000 سرير. وعلى مستوى استراتيجية توطين صناعة المستلزمات الطبية، أكد رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع اللواء بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المستلزمات وتحفيز الاستثمارات في هذا المجال، إلى جانب تشجيع التصدير. بينما كشف رئيس الهيئة عن التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتوفير المستلزمات الوقائية، إلى جانب التنسيق مع الوزارات المعنية لتوفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي. هكذا تعمل الدولة على قدم وساق وفي اتجاهات عدة لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير مخزون استراتيجي من مستلزمات الوقاية وأجهزة التنفس الصناعي. مرت 3 سنوات على قرار الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، مصر والسعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر بسبب إصرارها على دعم التنظيمات الإرهابية في المنطقة والعالم. رغم ذلك لا تزال الدوحة تشعل نار الفتنة رغم الأزمات التي تحاصرها داخليا ودوليا. المزيد في سياق هذا التقرير. 3 سنوات كاملة مرت على مقاطعة الدول الأربع لقطر، وذلك بسبب نظام الدوحة الذي يصر طوال تلك السنوات على العناد والابتعاد أكثر عن محيطه العربي والاصطفاف مع قوى الإرهاب بل ودعمها إعلاميا وماليا. لم يترك نظام تميم خيارا أمام الدول الأربع سوى المقاطعة بعد سلسلة طويلة من الجرائم التي ارتكبها في حق هذه الدول ودول عربية أخرى، وهي جرائم تتعلق بتمويل ودعم الإرهاب والميليشيات المسلحة والتآمر على نظم الحكم وتجنيد الإعلام القطري لهدم الدول العربية سياسياً واقتصادياً. وتنوعت جرائم النظام القطري بين دعم الحركات الإرهابية في سوريا وليبيا ومصر وتونس، ولعب دور رئيسي في تمويل جماعات مرتبطة ارتباطا مباشرا مع تنظيمات بيت المقدس والقاعدة وداعش، فضلا عن تشجيع خلايا وعناصر متطرفة على إشعال التوترات في دول الخليج وخاصة البحرين والسعودية. ولم تلجأ الدول الأربع إلى فرض المقاطعة إلا بعد أن تنكر النظام القطري لكل الوعود والتعهدات التي التزم بها كتابة في الرياض عام 2014، أي قبل المقاطعة ب3 سنوات كاملة. كما وضعت هذه الدول قائمة من المطالب كبوابة لخروج النظام القطري من المأزق الذي وضع نفسه فيه، إلا أن أي من هذه المطالب لم ينفذ لتستمر أسباب المقاطعة كما هي بدون أي تغيير. وعلى العكس تماماً، قامت قطر فور إعلان المقاطعة باستدعاء قوات عسكرية من تركيا ومساعدات من إيران لتؤكد أن خيارها الوحيد هو معاداة المحيط العربي. وتحل الذكرى 3 لمقاطعة الدوحة في وقت تحاصر الأزمات الداخلية والفضائح الدولية نظام تميم وسط تزايد السخط الشعبي والغضب الدولي نتيجة انتهاكاته المستمرة وتماديه في سياساته التخريبية.
ويعكس هذا حالة الارتباك التي يعيشها النظام القطري بشكل عام، وبشكل رئيسي الفشل في الأداء على مختلف الأصعدة، لا سيما السياسة الخارجية وعلى الصعيد الاقتصادي. قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن أسباب أزمة قطر معروفة وأن حلها معروف وسيأتي في أوانه، معتبرا في تدوينة على تويتر أن الخليج تغير ولا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه. وأضاف قرقاش أن أفضل تعامل مع الأزمة هو تجاهل وتجاوز التصعيد والعمل للمستقبل. مع إتمام المقاطعة العربية الرباعية لقطر عامها الثالث، سجلت الديون الخارجية للدوحة نحو 53 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي، فيما عجزت المصارف القطرية عن تحصيل نحو 266 مليار دولار، كما ارتفعت الديون المستحقة على القطاع الحكومية القطري لتبلغ 84 مليار دولار. متابعة التقرير. مقاطعة عربية رباعية أعلنتها كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين تدخل عامها الرابع، لتضع الاقتصاد القطري في أسوأ أزمة يتعرض لها منذ 3 سنوات. ورغم كل محاولات الحكومة القطرية لتفادي ونفي كل تلك الأزمات، إلا أن مؤشراتها دائماً ما تكشف عن الأوضاع السيئة التي تتعرض لها الدوحة. أكثر من 53 مليار دولار إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق على قطر حتى نهاية العام الماضي، في وقت بلغ إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص حتى نهاية فبراير الماضي أكثر من 266 مليار دولار. تتمثل مطالبات البنوك في نحو 84 مليار دولار على القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ونحو 182 مليار دولار على الأفراد والشركات. الأزمات الاقتصادية القطرية الناجمة عن المقاطعة العربية ضاعف من حدتها انتشار فيروس كورونا، ليعجز القطاع المصرفي عن تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، لتتجه الحكومة لمساعدة البنوك من خلال تقديم ضمانات مالية بقيمة 825 مليون دولار على القروض المتعثرة حتى تضمن استمرارية أداء القطاع. الاستثمارات الأجنبية بالسوق القطرية شهدت تراجعاً ملحوظاً بفعل المقاطعة العربية، ليتجه مصرف قطر المركزي لطرح أذونات خزات حكومية بقيمة 165 مليون دولار لتعويض هذا الكم المتراجع من العملات الأجنبية. النزيف الاقتصادي القطري المتواصل دفع الدوحة لإصدار سندات دولية بقيمة 34 مليار دولار منذ إعلان المقاطعة، بدأتها في أبريل 2018 بقيمة 12 مليار دولار، وبنفس القيمة خلال مارس 2019، وأخيراً بقيمة 10 مليارات دولار خلال أبريل الماضي، لتكشف تلك الإصدارات مدى المعاناة التي يتعرض لها الاقتصاد القطري في ظل عدم وفرة النقد الأجنبي. التخبط والفوضى هو عنوان المرحلة للاقتصاد القطري، فالضغوطات متصاعدة والديون متراكمة والاستثمارات في انسحاب، لتنجح المقاطعة العربية للدوحة في التأثير على مفاصل الأسواق والقطاعات المحلية، وذلك بسبب دعم قطر المستمر وتمويلها للجماعات الإرهابية. أكد اللواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي أن الطائرات المسيرة التركية تواصل استهداف المدنيين والقوات رغم وقف إطلاق النار، وطالب المسماري خلال مؤتمر صحفي الأمم المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات التركية بحق الليبيين. ما يحدث حقيقة أمام المجتمع الدولي وأمام الدول الصديقة والدول التي اتخذت هذه الخطوات لم تستطيع وقف الاعتداء التركي الذي سبب في مقتل مئات المواطنين الليبيين الأبرياء الآمنين من خلال استهداف الطرق العامة واستهداف مناطق بعينها مثل ترهونة، مثل شويرف، مثل بنوليد، مثل نسمة، مثل شقيقة. هذه المناطق تم استهداف فيها مدنيين بالطيران المسير التركي في عدة مرات وأدت إلى ضحايا كثيرين، وبالتالي الأمم المتحدة لم تنتبه لهذه القصة ولم تنتبه إلى هذا التعدي، إن هذا التعدي هو مؤشر أن هذه الكيانات وأن تركيا لا تحترم القانون الدولي الإنساني ولا تحترم مبادئ الحرب ولا تحترم اتفاقية جنيف ولا تحترم حتى التعاليم الإسلام والأخلاق الليبية في هذه المعركة.
تركيا نحن نعلم تماما انها دوله حلف في الناتو، وتملك ترسانه عسكريه ضخمه تابعه للناتو، وهذه الترسانه هي التي استخدمت في هذه المعركه، سواء في معركه طرابلس، سواء في الطيران المسير يوم الامس. وبالتالي نحن كجيش وطني ليبي نواجه قوه او جزء من قوه الناتو في هذه المعركه، واعتقد ان هناك من حاول الدفع بالناتو لهذه المعركه من خلال تركيا، وهذا سيظهر باذن الله في الايام القادمه او في السنوات القادمه، ستظهر حقيقه هذه المعركه ومن يقف خلف تركيا في هذه المعركه. أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن قلقه الشديد إزاء أوضاع البرلمانيين المحتجزين في سجون أردوغان، خاصة في ظل تفشي وباء كورونا. وشددت لجنة الاتحاد البرلماني الدولي المعنية بحقوق البرلمانيين على أنها تنظر حاليا في انتهاكات نظم أردوغان بحق 58 نائبا برلمانيا أو سابقا من حزب الشعوب الديمقراطي، بينهم 27 امرأة. وأوضحت اللجنة في تقرير لها أن الانتهاكات تشمل انتهاك حرية التعبير والاحتجاز التعسفي وعدم احترام الحصانة البرلمانية. وأضاف التقرير أنه تم توجيه أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية إلى البرلمانيين في تركيا منذ عام 2015، كما لا تزال المئات من المحاكمات جارية في جميع أنحاء البلاد، وحيث يحاكم البرلمانيون بجرائم تتعلق بالإرهاب أو بتهمة تشهير بالحكومة. اعتقلت السلطات التركية 3 نواب برلمانيين تابعين للمعارضة بعد ساعات من إسقاط عضويتهم بالبرلمان. وكانت السلطات التركية أسقطت عضوية البرلمان على النواب الثلاثة الذين ينتمون لحزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطية الكردية. وشهد البرلمان التركي مشادات بين نواب العدالة والتنمية من جهة، والشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطية من جهة أخرى. وقام نواب المعارضة وقت تلاوة القرار في المجلس بترديد هتافات للتنديد به وبالحزب الحاكم. اتهمت الصحفية فرانكفورتر الجمالية الألمانية أردوغان بالعمل على صرف انتباه الشعب التركي عن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تواجه البلد، ليسرق السلطة ويستمر في حكم تركيا. وقالت الصحفية الألمانية إن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية في ظل نظام أردوغان أصبح من المحظورات، وأوضحت عدم وجود إحصائية واحدة رسمية صادرة عن الحكومة التركية تعكس واقع الشارع التركي وسط الأزمات الاقتصادية الطاحنة التي تواجهها البلاد. واستندت صحفية إلى أحداث استطلاع الرأي في اسطنبول كشف عن أن 92% من الأتراك لا يمكنهم شراء لحوم أسبوعيا، و93% لا يمكنهم شراء ملابس جديدة، بينما فقط يحصل 57% من الأتراك على الحد الأدنى للأجور وغارقين في الديون. أكد المتحدث باسم الحكومة القبرصية أن السياسة التوسعية لنظام أردوغان بلغت ذروتها من خلال الأنشطة الاستفزازية غير القانونية التي تجريها بالتعارض مع القانون الدولي وقانون البحار. وأشار المتحدث باسم الحكومة القبرصية إلى أن قبرص تواجه التحركات التركية على المستوى الدبلوماسي، وشدد على أنه لا يمكن التغاضي عن أنشطة تركيا وخططها في الشرق البحر الأبيض المتوسط وفي المياه اليونانية قبالة الساحل الغربي لتركيا وليبيا. وأشار المسؤول القبرصي إلى وجود اتصال مستمر بين بلاده واليونان على أعلى مستوى بهدف وقف الانتهاكات التركية. أكد وزير الدفاع اليوناني أن سلوك تركيا أصبح عدوانيا، وأن بلاده مستعدة لأي سيناريو للدفاع عن حقوقها وحدودها بأي وسيلة لردعي تركيا. وأضاف وزير الدفاع اليوناني أن أثينا ستفعل كل ما يلزم للدفاع عن حقوقها السيادية إلى أقصى حد ممكن. جاء ذلك ردا على تصريح أردوغان بأن تركيا ستواصل التنقيب عن النفط والتنقيب في الفضاء البحري اليوناني في شرق البحر الأبيض المتوسط.
قالت صحيفة ألمانية إن أردوغان وحزبه العدالة والتنمية فقدا شعبيتهما بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب الإدارة الكارثية لأزمة كورونا وتراجع الاقتصاد. وأوضحت الصحيفة أن أزمة فيروس كورونا أدت في المقابل إلى تزايد شعبية أحزاب المعارضة وخاصة الشعب الجمهوري بشكل كبير. وأضافت أنه بسبب الركود الاقتصادي والأزمات السياسية المتلاحقة يرجح المراقبون إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تركيا خلال الأشهر المقبلة. وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أنه رغم أن معاهد الأبحاث والإحصاء مسيسة بشكل كبير في تركيا إلا أنها كشفت عن تراجع تأييد العدالة والتنمية في الشارع التركي بشكل كبير. كشف رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض علي باباجان عن امتلاك حزبه أكثر من خطة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة وتفويت الفرصة على نظام أردوغان الذي يسعى لمنعهم من خوضها. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها باباجان ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة جمهورية المعارضة حيث أفاد بأن حزبه سيبدأ في التوسع داخل 40 ولاية ومدينة حتى يستطيع خوض الانتخابات بشكل قانوني. في سياق متصل كشف وزير تركي سابق كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية عن اعتزام 63 برلمانيا تقديم استقالتهم من حزب أردوغان والانتقال لصفوف حزب باباجان. تواصل منظمة الصحة العالمية تجاربها السريرية على عقار هيدروكسيكلوروكين بعدما أوقف علماء بريطانيون تجربة كبيرة لاستكشاف ما إذا كان العقار فعالا في علاج مرضى فيروس كورونا. وأوضحت المنظمة أن التجربة التي تجريها الصحة العالمية والتجربة البريطانية مختلفتان ببروتوكولات ولجان إشراف خاصة بكل منهما. وأضافت الصحة العالمية أن اللجنة الخاصة بها ستواصل متابعة البيانات مع الوضع في الاعتبار الأدلة التي تسفر عنها تجارب عشوائية أخرى. أكد رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تجاوزت إلى حد كبير وباء فيروس كورونا الذي لا يزال يودي بحياة آلاف الأشخاص يومياً في الولايات المتحدة. وحول الاحتجاجات بشأن وفاة الأمريكية ذو الأصول الإفريقية جورج فلويد أكد ترامب أن نشر الحرس الوطني ساهم بشكل كبير في احتواء الفوضى بمدينة مينيابوليس واقترح على بعض حكام الولايات استدعاء الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات. أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا تجاوز 40,000 ويأتي هذا بينما ذكرت إحصاءات رسمية لوكالة رويترز أنه بإدراج الحالات المشتبه بها فإن عدد الوفيات بالفيروس في بريطانيا قد يصل إلى 50,000 شخص. أعلنت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا. وأشارت الوكالة الإيطالية إلى أن تسجيل 518 حالة إصابة جديدة بالفيروس يرتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 234,531 حالة إصابة. أعلن وزير الخارجية الإيطالي لوجي دي مايو أن أوائل السائحين بدأوا بالوصول إلى بلاده قادمين من ألمانيا منذ بضعة أيام وذلك مع تخفيف القيود المفروضة في البلدين بسبب فيروس كورونا. وفي مؤتمر صحفي مشترك في برلين مع نظيره الألماني هايكو ماس أكد وزير الخارجية الإيطالي أن ألمانيا ستسمح باستئناف التدفقات السياحية إلى إيطاليا بدءا من منتصف الشهر الجاري وأشار إلى التزام بلاده بالحفاظ على الشفافية القصوى من ناحية البيانات المتعلقة بالوباء. طالت
طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر دول الاتحاد الأوروبي برفع قيود السفر بدءا من آخر يونيو الحالي. يأتي هذا بينما ذكر مراسل أكسترا نيوز في ألمانيا تسجيل 507 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 183,271 حالة. أضاف مراسلنا أنه تم تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 8,613 وفاة. قررت الحكومة الإسبانية عودة السياحة الأجنبية بداية من مطلع يوليو، وأفادت مراسلتنا بأن 52% من الشعب الأسباني سينتقل إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من تخفيف قيود كورونا يوم الاثنين المقبل، على أن ينتقل 48% من المواطنين إلى المرحلة الثانية والتي تضم مدريد وبرشلونة. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن 2,886 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يزيد الإجمالي عن 167,000 حالة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة في إيران، ليصبح إجمالي الوفيات 8,134. بدأت مدينة مودنجانج في شمال شرق الصين إجراء اختبارات فيروس كورونا لكل سكانها، لتكون ثاني مدينة في البلاد تطلق حملة اختبارات شاملة بعد ووهان الأكثر تضررا من الفيروس. ومن بين 2,800,000 شخص يعيشون في مدينة مودنجانج الصينية القريبة من روسيا، خضع نحو 690,000 للاختبارات، وثبتت إصابة 15 شخصا دون ظهور الأعراض عليهم. أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 9,851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبحسب بيانات الوزارة، فإن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الهند بلغ 226,000. أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 31 وفاة و 2,591 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. أعلنت الداخلية السعودية إعادة تشديد الإجراءات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما بداية من غدا السبت، ذلك بناء على التقييم الصحي للوضع الوبائي لفيروس كورونا ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة. وأشارت إلى إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد مدينة جدة مع تقديم موعد حظر حركة المواطنين إلى 3 عصرا حتى 6 صباحا. نوهت باستمرار مراقبة ارتفاع عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب. سجل العراق أكثر من 1,000 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد لأول مرة، ليقترب إجمالي الحالات من 10,000، وذلك بلغت الوفيات الجديدة في البلاد 14 حالة. أعلنت الصحة الكويتية عن 8 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا. يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة شفاء 1054 حالة من مصابي الفيروس بإجمالي يزيد عن 18,000 حالة شفاء. أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 770 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، وأشارت الوزارة إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 15,000 حالة، فضلا عن تسجيل 72 حالة وفاة تماثل 3,451 حالة للشفاء.
أكد رئيس تونس قيس سعيد أن حل الأزمة الليبية يتعين أن يكون داخليا وبعيدا عن أي تدخلات خارجية. وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي مانويل ماكرون، أشار السعيد إلى أن بلاده تتمسك بسيادة ليبيا، مشددا على أن تونس لن تكون جبهة خلفية لأي طرف. وأكد رئيس تونسي مجددا رفض بلاده لأي تقسيم للدولة الليبية. قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية. وذكرت وكالة الأنباء السورية أن السيارة انفجرت بالقرب من المستشفى الوطني برأس العين التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقة. يستعد محتجون لبنانيون لجولة ثانية من الانتفاضة الشعبية بدعوة لمظاهرات جديدة غدا، رفضا للأوضاع السياسية والاقتصادية التي آلت إليها البلاد. وتحمل احتجاجات السبت شعارات ومطالب عدة، ما بين اجتماعية وضرورة تحسين الأوضاع المعيشية إلى انتخابات نيابية مبكرة وإسقاط الحكومة. كما برزت مطالبات بنزع سلاح حزب الله. وتأتي الاحتجاجات في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعيشها اللبنانيون، وفشل حكومة حسان دياب في إيجاد حلول لها وتنفيذ وعودها بعد حوالي 4 أشهر من تأليفها. أبدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي أسفهما لعدم تحقيق تقدم في المفاوضات حول العلاقة بينهما بعد بريكزيت في ختام أسبوع جديد من المفاوضات. وقال المفوض الأوروبي ميشيل بارني لم يحصل تقدم يذكر هذا الأسبوع، محذرا من الاستمرار إلى ما لا نهاية في المفاوضات، ومشيرا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية أكتوبر المقبل حتى يتسنى للدول الأعضاء إبرامه بحلول نهاية السنة. أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرار إيران في انتهاك بنود الاتفاق النووي في نسبة تخصيب اليورانيوم والكمية المخصبة. وأوضحت الوكالة في بيان أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يتجاوز بنحو 8 مرات الحد المسموح به، مشيرة إلى أن طهران لا تزال ترفض السماح بالوصول إلى موقعين نوويين يشتبه بهما. وطالبت الوكالة الدولية إيران بالتعاون الكامل والفوري والسماح بدخول المراقبين إلى موقعين النوويين. طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن موريل باورز الرئيس دونالد ترامب بسحب جميع القوات العسكرية وغيرها من المدينة. وأشارت باورز إلى أن نشر أفراد ومعدات إنقاذ القانون الفيدرالية من شأنه أن يزيد من احتقان الوضع بشكل عام. وكان ترامب هدد في وقت سابق من هذا الأسبوع بنشر الجيش الأمريكي لإنهاء ما سماها بأعمال الشغب والخروج على القانون في جميع أنحاء البلاد. أعلن مسؤول عسكري أمريكي أن الولايات المتحدة شنت غارتين جويتين استهدفتا عناصر من حركة طالبان. وأشار المسؤول الأمريكي أن الغارتين نفذتا في ولايتين مختلفتين بأفغانستان، واضحا أنها المرة الأولى التي تستهدف فيها الولايات المتحدة طالبان منذ هدنة وقف إطلاق النار بمناسبة عيد الفطر. وصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ضبط جرائم الغش التجاري واحتكار السلع عن التداول بالأسواق. تتواصل الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام لضبط جرائم الغش التجاري واحتكار السلع عن التداول بالأسواق. ونجحت تلك الحملات في ضبط أكثر من 6 أطنان من الأرز بحوزة مالك مصنع دون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالقليوبية، تلك الكمية معبأة داخل عبوات مدون عليها أسماء تجارية مغشوشة ومقلدة. كما نجحت وبنطاق القليوبية أيضا في ضبط طنين زيت طعام مجهولة المصدر
و8000 عبوة من الزيت منتج نهائي مغشوشة ومقلدة لدى مسؤول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية. وبنطاق محافظة القاهرة أسفرت حملات الإدارة عن ضبط أكثر من 7 أطنان من المخللات مجهولة المصدر لدى مالك محل لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص كان ينوي طرحها بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط نحو 8 أطنان من السكر والأرز والمسلي بدون مستندات بحوزة مالك شركة بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. واستمرارا للحملات التموينية المكبرة بالقاهرة، تمكنت الإدارة من ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية. وبالجيزة نجحت الإدارة في ضبط 4.5 أطنان من السكر والدقيق مجهولة المصدر تستخدم في إنتاج قطع حلوى، حيث تم ضبط 2000 عبوة وقطعة حلوى يشتبه في صلاحياتها للاستهلاك الآدمي. تلك الكمية كانت لدى المسؤول عن مصنع للصناعات الغذائية. الإدارة تمكنت من ضبط نحو 3 أطنان من السكر حجبها مسؤول مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية بالإسكندرية عن التداول بالأسواق، وهو ما قام به أيضاً المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالمنوفية بحجبه نحو 12 طن من المكرونة والدقيق عن التداول بالأسواق. وعلى صعيد غش المستلزمات الطبية، تمكنت الإدارة من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لمستحضرات التجميل بالقليوبية لإنتاجه أكثر من 7000 قطعة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وأكثر من 800 عبوة كحول مجهولة المصدر، وطن من المواد الخام المستخدمة في إنتاج مستحضرات التجميل مجهولة المصدر، وأكثر من 70000 قطعة ستيكر وعبوات فارغة معدة للتعبئة. وبالإسكندرية نجحت الإدارة في ضبط ما يقارب 2500 عبوة مطهرات وكمامات مجهولة المصدر لدى مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية، كما تم ضبط نحو 5000 قطعة مستلزمات طبية بالإسكندرية أيضا لدى المسؤول عن محل لبيع المستلزمات الطبية، وهي عبارة عن مطهرات وكمامات وقفازات يدوية مجهولة المصدر. هذا وسوف تتواصل الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة على مستوى الجمهورية للتصدي الحاسم لكافة جرائم الغش التجاري وحجب السلع عن التداول بالأسواق. أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادية التصنيف العالمي للصناديق السيادية، يحتل المرتبة 43 بين 93 صندوقا سياديا عالميا. وأوضحت الوزارة في بيان أن صندوق مصر السيادي تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلى أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول. أضاف البيان أيضا أنه تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة للاستغلال الأمثل، حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول. وأشار إلى أن قوة الصندوق الاقتصادية تعكس رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه. خمسة وأربعون عاماً مضت حين اختار الرئيس السادات يوم 5 من يونيو عام 1975 لإعادة افتتاح قناة السويس البحرية أمام حركة الملاحة العالمية، ليمحو بذلك ذكرى نكسة عام 1967 بعد إتمام انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. إن ابن هذه الأرض الطيبة الذي شق القناة بعرقه ودموعه همزة للوصل بين القارات والحضارات، وعبرها بأرواح شهدائه الأبرار لينشر السلام والأمان على ضفافها، يعيد فتحها للملاحة من جديد كما أنشأها أول مرة، رافدا للسلام وشريانا للازدهار والتعاون بين البشر. شريان للمحبة لا للتفرقة، بهذه الكلمات أعاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات افتتاح قناة السويس للملاحة البحرية بعد أن أغلقت لمدة 8 سنوات بسبب العدوان الإسرائيلي.
45 عاما مضت حين اختار الرئيس السادات يوم 5 يونيو عام 1975 لإعادة افتتاح قناة السويس البحرية أمام حركة الملاحة العالمية، ليمحو بذلك ذكرى نكسة عام 1967 بعد إتمام انتصارات حرب أكتوبر المجيدة. وهنا ظهر مجددا عزم وقوة المصريين، فقد نجح مهندسو هيئة قناة السويس وضباط الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والقوات البحرية في تطهير القناة من أثار الحرب وتعميقها باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية حينها، ليسطروا ملحمة جديدة بعد انتصار حرب أكتوبر. لم يكن إعادة تشغيل القناة في أقل من عامين بعد الحرب بمثابة معجزة أمام المصريين، فالتاريخ الطويل للقناة مليء بمثل هذه التحديات، بداية من حفرها وتأميمها وتشغيلها وصولا إلى تطويرها في عصرنا الحالي، لتبقى شريانا يربط خيوط التجارة العالمية في شتى أنحاء العالم. ومن هذا المنطلق حرصت القيادة السياسية لمصر على تطوير إمكانيات المجرى الملاحي لقناة السويس من خلال مواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات السفن الناقلة للتجارة العالمية، وهو ما تجلى حين افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس عام 2015 مشروع قناة السويس الجديدة لتمر بموازاة القناة الأصلية والتي يبلغ طولها 190 كيلومتراً، كما شهدت المنطقة العديد من المشروعات القومية مثل تشييد العديد من المناطق الصناعية والموانئ والأنفاق والتي تستهدف تحويلها إلى أكبر مركز عالمي للنقل الملاحي. أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في وضع جيد على الرغم من جائحة كورونا. وخلال مشاركتها في قمة صوت مصر على منصات التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن هذا الأمر جاء بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة في 2016. استعرضت الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، من بينها توفير حزمة مساعدات مالية تقدر ب 100 مليار جنيه. أكدت السعيد أن هذه الأزمة تفرض علينا النظر إلى النظام العالمي والتكتلات الإقليمية، وكذلك إعادة ترتيب الأولويات في خطط التنمية لتصبح قطاعات الصحة وكل ما يرتبط بحياة الإنسان على رأس الأولويات. أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أن الطلب على الخدمات الجوية بدأ في التعافي بعد أن بلغ أدنى حد في شهر أبريل بسبب فيروس كورونا. وأوضح تقرير للإياتا أن مجموع الرحلات اليومية في الأونة الأخيرة ارتفع بنسبة 30% بين النقطة الدنيا في 21 من أبريل و 27 من مايو، وكان الطلب على خدمات النقل الجوي قد انخفض إلى 94.3% في شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر أبريل 2019. قرر البنك المركزي الأوروبي زيادة برنامجه التحفيزي لدول الاتحاد للتغلب على الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، وأكد أن هذا القرار سيسهم في دعم شروط التمويل بالنسبة للشركات والأسر في محاولة لدعم الاقتصاد الأوروبي المتوقع أن يحقق انكماشا خلال الربع الثاني من العام الجاري. بعد مباحثات واختلافات حول قيمة البرنامج التمويلي الطارئ، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن برنامجه لدعم دول الاتحاد، والذي تمثل في تعزيز برنامجه لشراء السندات في محاولة لدعم اقتصاد المنطقة الذي حقق تراجعات عنيفة في أغلب القطاعات بفعل إجراءات العزل العام المستمرة منذ أكثر من شهرين. 1.350 تريليون يورو هو حجم القيمة الكلية للبرنامج التمويلي الطارئ لدول الاتحاد، مرتفعاً بنحو 600 مليار يورو عن القيمة التي أعلنت عنها المفوضية الأوروبية البالغة 750 مليار يورو، ليمتد هذا البرنامج حتى يونيو 2021 مع التعهد بإعادة استثمار الحصيلة حتى نهاية 2022. الدعم الذي أعلنه المركزي الأوروبي لم يتوقف عند إعلان قيمة البرنامج التمويلي فقط، بل تزامن معه قرارات نقدية تتمثل في الإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير لتستقر عند المستوى الصفري.
برنامج شراء الأصول الذي قرره المركزي الأوروبي يتضمن الاستمرار في عمليات شراء السندات بوتيرة شهرية قيمتها 20 مليار يورو، بجانب مشتريات إضافية مؤقتة بقيمة 120 مليار يورو حتى نهاية العام الجاري، في محاولة لتخفيف الضغوطات الاقتصادية التي تعرضت لها دول المنطقة بسبب انتشار فيروس كورونا. البرنامج التمويلي الذي أعلن عنه المركزي الأوروبي جاء في محاولة لدعم الاقتصاد الأوروبي المتوقع أن يحقق انكماشاً خلال الربع الثاني من العام الجاري، حسبما أعلنت كريستين لاغارد رئيسة البنك، على أن يتعافى اقتصاد المنطقة خلال الربع الثالث. أعلنت وزارة الطاقة الروسية أنه سيتم عقد اجتماع أوبك بلس غداً، حيث يضم التجمع أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك ومنتجين رئيسيين من خارج المنظمة تتصدرهم روسيا. واتفق أوبك بلس في إبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 9,700,000 برميل يومياً خلال شهري مايو ويونيو، وبمقدار 7,700,000 برميل في النصف الثاني من العام الحالي. قال صندوق النقد الدولي إن بعضاً من الدول الأكثر فقراً في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة لديونها في المستقبل، وأن الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين ربما لن يكون كافياً. كانت مجموعة الدول السبع الكبرى قد شددت على الالتزام بتخفيف رسمي لأعباء الديون للدول الأكثر فقراً. احتياطيات مالية تبلغ تريليون دولار، أنفق منها صندوق النقد الدولي 260 مليارا لتمويل أكثر من 60 دولة واجهت تعثرات اقتصادية كبيرة خلال جائحة كورونا، كما وفر منحا لتغطية 6 أشهر من مدفوعات خدمة الديون المستحقة ل 27 دولة من الأعضاء الأشد فقرا. وأشار صندوق النقد إلى أن الأسواق الناشئة تحتاج تريليونين و500 مليار دولار لمواجهة كورونا، إلا أن بعضا من الدول الأكثر فقرا في العالم ودول الأسواق الناشئة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة ديونها في المستقبل، وليس فقط الاكتفاء بتجميد مدفوعات الدين. وزراء مالية دول مجموعة السبع من جانبهم شددوا على التزامهم بتخفيف رسمي لأعباء الديون الثنائية للدول الأكثر فقرا حتى نهاية العام، وربما لفترة أطول، كما نشدوا جميع الدائنين الرسميين بالانضمام إلى المبادرة ودعوا إلى تعزيز الإفصاح عن بيانات الدين العام. كما انضمت مجموعة دول العشرين أيضا لتلك المبادرات بشكل غير مباشر من خلال مناقشة وتقييم طلبات تأجيل سداد الديون المقدمة من 36 دولة في إطار مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون التي أقرتها المجموعة منذ مطلع مايو الماضي. وستمكن هذه الطلبات الدول المستحقة من تحرير ما يصل إلى 14 مليار دولار من مستحقات الديون لاستخدامها في مواجهة كورونا. أما عن مؤشرات الاقتصاد العالمي، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفضت توقعاتها خلال العام الجاري إلى انكماش قدره 4.6% مع انكماش اقتصاد منطقة اليورو وبريطانيا 8%، ومؤكدة أنه رغم حزم التحفيز إلا أن عودة الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستويات ما قبل كورونا قد يستغرق عامين. تشارك مصر العالم في إحياء اليوم العالمي للبيئة، وذلك من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة البيئة، والذي يقام هذا العام تحت شعار حان وقت الطبيعة.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفيما يليه بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وبدرجات الحرارة المتوقعة غدا المشاهدين الكرام تكون قد انتهت هذه الجولة الإخبارية، وختاما تذكرة بأبرز العناوين. الصحة تعلن نجاح حقن المصابين بكورونا ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء. المسمار يؤكد أن الطيران التركي استهدف المدنيين ويطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. ترامب يؤكد أن بلاده تجاوزت إلى حد كبير وباء فيروس كورونا. انتهت النشرة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم مشاهدينا.